مرحبا، اهلا وسهلا بكم بقضية جديدة على قناتي. اليوم قضيتنا راح تكون عن تريسي. طبعا هذه الشخصية اللطيفة تمتلك وجه ثاني، وقضيتها تعتبر من اشهر القضايا اللي موجودة بالمملكة المتحدة. فاذا تريدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم تابعوا الفيديو النهاية. تريسي أندروز انولدت في 9 أبريل سنة 1969. والدها ووالدتها كانت علاقتهم جدا متوترة ومتقلبة. لهذا السبب لما كان عمرها 8 سنوات والدها ترك المنزل. طبعا هذا الشيء أثر على نفسيتها. مع الأسف ما أعرف أي تفاصيل كاملة عن حياتها من ناحية مراهقتها طفولتها، كلها معلومات عامة ممكن أن هي ما تأثر تأثير قوي بقضيتنا. لكن هي كانت بعد المدرسة عملت كمصففة شعر، وبعدها عملت كنادلة بوحدة من الحانات، وكان حلمها انه هي تكون موديل او انه هي يعني عارضة ازياء. يعني حتى شكلها كان يساعد انه هي تكون عارضة ازياء. يعني كانت جدا جميلة، حتى انه هي كانت تحضر صور لحتى من الممكن احد يكتشفها. كانت الصور اللي تأخذها بالنسبة للوقت اللي هي كانت عايشة به او الزمن اللي هو كانت عايشة به، فاعتقد انه صورها جدا حلوة واحترافية. تقريبا بعمر 22 سنة وبعد علاقة مع شخص اسمه أندي لمدة 4 سنوات أنجبت ابنتها الأولى واسمتها كارلا. لكن مع الأسف انفصلت عن أندي اللي هو والد الطفلة بعد ولادة كارلا بفترة جدا بسيطة. وكان سبب انفصالهم انه تريسي كانت جدا عنيفة، كانت هي تحب تسيطر، كانت ممكن تتجادل مع أندي على أتفه الأشياء، وهذا أسوأ شيء. يعني أكيد راح ينفصلون لما كانوا متفاهمين انه شخص يحاول يسيطر على الشخص الثاني، فانتهت علاقتهم. في سنة 1994 لما كان عمرها 25 سنة التقت بشخصية تدعى لي هارفي في نادي ليلي. من التقوا من النظرة الأولى وقعوا بحب بعض. حس انه هذه هي فتاة احلامه وهي حست انه هذا فتاة احلامها، وعلاقتهم اتطورت بسرعة من اول لقاء. فخلونا هسه نتعرف على لي هارفي. لي هارفي ولد في 20 سبتمبر سنة 1971، وكان يعمل كسائق حافلة، وكانت هذه الوظيفة هي وظيفة احلامه من الطفولة. وكان يمتلك طفلة وكان اسمها دانيال. كانت تريسي تمتلك طفلة وهو يمتلك طفلة، فتقريبا علاقتهم أو حالتهم الاجتماعية متساوية بهذه النقطة. لي هارفي لما التقى بتريسي كان عمره 23 سنة، يعني تريسي كانت أكبر من لي بتقريبا سنتين. ومثل ما قلت لكم بمجرد ان هم التقوا بالنادي الليلي حسوا بانجذاب مو طبيعي بيناتهم، وتطورت علاقتهم لدرجة انه بعد 4 أشهر من علاقتهم، يعني حطوا خط تحت كلمة 4 أشهر، بمجرد 4 أشهر وخلاص انتقل للعيش بمنزل تريسي. فهذه صدمة انه علاقتهم اتطورت لهذه الدرجة وبهذه السرعة. لكن بمجرد انتقاله علاقتهم ما كانت جيدة نهائيا، كان دائما يوجد خلاف وغير متفاهمين لعدة أسباب. لكن السبب الرئيسي أنه لي هارفي كان على اتصال بالأكس اللي هي والدة بنته، فأكيد يعني البنت مالها أي ذنب، ومن الضروري أنه يكون اتصال بيناتهم لحتى يساعدون بعض بتربية بنتهم. مثل ما قلت البنت مالها أي ذنب، فأكيد راح يتصلون ببعض، راح تكون علاقتهم طيبة من أجل فقط البنت. يعني ما كان بينهم علاقة مثلا علاقة سرية، مثلا تريسي ما تعرف عنها، أو أنه بينهم شيء أو ممكن شيء يتطور بالمستقبل. لا، كانت علاقة جدا طبيعية. كانت تريسي ما تحب هذه العلاقة نهائيا، كانت رافضة هذا الشيء، وكانت تكره الأكس الخاص بلي. كانت تكرهها بدون أي سبب، ما أعرف هل كانت غيرة أو حب سيطرة، لكن كانت دائما تحاول تمنعه من الالتقاء بها. ومن الجانب الثاني تريسي كانت على اتصال بالإكس بسبب بنتهم. يعني أكيد البنت مالها أي ذنب بانفصال والديها، فأكيد لازم تكون على علاقة طيبة مع الإكس لحتى يساعدون بعض بتربية البنت. لكن تريسي حرفيا كانت تمنع لي هارفي من الالتقاء بالإكس والاتصال بها، لكن هي ما كانت تمنع نفسها. يعني كأنما حلال عليها لكن حرام على لي، حرفيا هذا اللي كان يصير بينهم. وبالإضافة لعلاقتهم جدا سيئة، كانت عائلة لي
تكره فكرة ارتباطهم مع بعض. كانوا يشوفون تريسي انه هي جدا انانية وكانت تحب السيطرة على لي. وبعد خلافات مستمرة وضغط عائلة لي، واخيرا لي قرر الانفصال عن تريسي وتوجه الى منزلها واخذ ملابسه. وبالنسبة للاغراض المتبقية وملابس المتبقية، تريسي رمتهم من النافذة. ولي بوقتها توجه للعيش مع والدته. تريسي بهذا الوقت حذرته من الذهاب للنادي الليلي اللي هو كان معتاد للذهاب والسهر بهذا النادي الليلي، لكن هي حذرته لان هي ما تحب تشوفه بهذا المكان، وهي بالعادة تتوجه مع صديقاتها للسهر. وبيوم من الأيام تريسي وصديقاتها توجهوا للنادي الليلي، وكان لي موجود بالنادي الليلي رغم تحذير تريسي إليه. تريسي لما شافت لي انجنت حرفيا، هجمت على لي صفعته ولكمته، وبالأخير عضت رقبته حرفيا لدرجة أنه هي أغلب اللي كانوا موجودين قالوا أنه هي أخذت جزء من رقبته، يعني كمية التوحش اللي هي كان بيها انه هي فقدت اعصابها لهذه الدرجة، لدرجة انه هي ما كانت واعية على التصرف اللي كانت تسويه. وبعدها بفترة جدا قصيرة حس لي انه هو من المستحيل راح يبتعد عن تريسي. تخيلوا انه هو توجه لخطبة تريسي، حرفيا تقدم لها، وقدم لها خاتم الزفاف او خاتم الخطوبة، وحس انه هذه افضل طريقة لحتى تريسي ممكن تهدأ، ممكن تحس انه هو ملكها فراح تهدأ، راح تستقر علاقتهم، ما راح تحس بالغيرة من باقي الفتيات او من الاكس او من اي فتاة ممكن يتكلم معها لي. لكن انوات اكيد هذا الشيء خطأ، مستحيل انه خاتم او زفاف او خطوبة راح يغير شخصية امرأة من هذا النوع. فتريسي بوقتها كانت جدا فرحانة لان هي كانت تحب تكون مركز الاهتمام، كانت جدا انانية لهذه الدرجة، يعني هي كانت فرحانة مو لانه حتكون مع لي، لا هي كانت فرحانة انه هي راح تكون مركز الاهتمام، راح تتباهى امام صديقاتها عائلتها انه هي راح تتزوج فقط لا غير. وبالصدفة كانت عائلة لي مخططة لحفل شواء عائلي، والكل كان مدعو لهذه الحفلة والكل راح يكون موجود. فقررت تريسي انه هي راح تعلن عن خبر الخطوبة وراح تكون مركز الاهتمام بهذه الحفلة. لكن اللي هو هذا الصدمة، بيوم الحفلة حرفيا كان الكل جالس وهي كانت مخططة لإعلان خطوبتها، لكن فجأة شقيقة لي وقفت وعلنت عن خطوبتها. يعني تخيلوا انه تريسي بشنو حست، خططها كلها تدمرت من شافت شقيقة لي وهي تعلن عن خطوبتها وعن زواجها، وكل كان فرحان بهذا الخبر والاضواء توجهت لشقيقة لي. تخيلوا تريسي قالت لعائلة لي انه هذه مؤامرة ضدي وانتم تحاولون لسرقة الاضواء مني. كان وضعها جدا سخيف. وبما انه علاقة تريسي بعائلة لي صارت جدا متوترة حتى صارت اسوأ من قبل، فقررت تريسي انه هي ما راح تتوجه لحفل زفاف شقيقة لي، وهددت لي انه لو توجه لحفل زفاف شقيقته فهي راح تنهي العلاقة. يعني الوضع جدا سخيف انه هي تمنع شخص من انه هو يتوجه لحفل زفاف شقيقته، لكن لي بهذا الوقت وافق، ما كان يحب خسارة تريسي نهائيا. بسبب هذا الموقف عائلة لي رفضوا فكرة ارتباطهم مع بعض. لكن تريسي بعد فترة جدا قصيرة اعلنت عن حملها من لي. طبعا هذا الشيء شكل صدمة لعائلة لي انه تريسي حامل وهم راضين فكرة الارتباط. لكن واخيرا تريسي رجعت هي مركز الاهتمام والكل كان يهنئها، والاخبار كانت بكل مكان بالنسبة لاصدقائها، عائلة لي وعائلتها كلها كانت مهتمة بتريسي. لكن فجأة بعد مرور شهرين فقدت الجنين بسبب سقوطها من السلم، وتريسي كانت بحالة نفسية جدا سيئة. فقررت عائلة لي انه هي تنسى الخلافات وتتوجه لتريسي وتحاول انه هي تدعمها، تحاول انه تخفف عنها اثر الصدمة اللي تعرضت لها، انه هي فقدت جنينها وهي كانت متحمسة للطفل، كانت متحمسة انه هي تكون ام للمرة الثانية. فعائلة لي حاولت انه هي تعطي فرصة ثانية لتريسي بسبب الشيء
اللي صار وياها. وبعد فترة جدا قصيرة رجعت الخلافات بين لي وتريسي، لكن لي اكتشف انه سبب فقدانهم للجنين ما كان بسبب سقوط تريسي من السلم، كان السبب الحقيقي انه تريسي هي اللي تخلصت من الجنين. الصراحة كمية الدراما بهذه القضية مو طبيعية، لكن لي تخيلوا بعد ما سمع هذا الخبر وعرف هذا الاكتشاف اللي من المفترض ان هو خلاص يترك تريسي بعد ما اكتشف هذا الشيء انه هي تخلصت من الجنين، لكن هو استمر بتمسكه بتريسي اكثر من قبل. بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1996 تريسي اخذت ابنتها وابنة لي للتوجه للتنزه، لكن بوقتها لي عرض عليهم انه هو اللي راح ياخذهم من المنتزه. عقل تريسي المريض أضاف لها مخيلات مو واقعية أنه لي راح يأخذ فقط بنته لحتى يأخذها إلى منزل والدتها، لأنه بينه وبين والدة بنته علاقة سرية وما يحب أنه تريسي تعرف بالموضوع، وكان يستغل هذه الفرصة لحتى يتوجه لمنزل الأكس. فصار بينهم جدال جدا قوي على الرغم أنه هذه فقط مخيلات تريسي. لي ما كان متحدث عن الموضوع ولا قال أنه هو راح يأخذ فقط بنته، فعرض عليها انهم يتوجهون لحانة كانت قريبة جدا من منزل تريسي على بعد 10 دقائق بالسيارة، وفعلا توجهوا الى الحانة، والساعة 9:45 خرجوا من الحانة. لكن الطريق اللي يأخذوه من هذه الحانة الى منزل تريسي كان تقريبا ضيق وكان يحتوي على ممرات، وتقريبا تحدث الكثير من الحوادث بهذا الطريق، لكن هم كانوا متعودين عليه وكان هذا الطريق الاعتيادي اللي يسلكوه كل يوم. وبعد ساعة من خروجهم من الحانة زوجان يعيشون بالقرب من هذا الطريق سمعوا صوت صراخ، صوت صراخ امرأة ورجل كأنما يتجادلون بينهم، وكان الجدال جدا قوي. لما نظروا من خلال النافذة شافوا امرأة وهي تحاول خنق رجل، اتصلوا على الشرطة، ولما الشرطة وصلت كانت الدماء بكل مكان، وكان هذول الأشخاص أو الرجل والامرأة اللي كانوا يتجادلون هو لي وتريسي، وتم إعلان وفاة لي، وكانت سبب الوفاة هو تعرضه ل42 طعنة. وبالنسبة لتريسي فكانت متعرضة لعدة كدمات في وجهها، لكن الكدمات كانت سطحية. لما الشرطة حاولت تتكلم مع تريسي وتعرف شنو اللي صار بالضبط، فتريسي كانت بحالة هستيرية وبحالة صدمة وما كانت تتذكر أي شيء. وتم نقل تريسي إلى المستشفى لحتى تتعالج من الكدمات اللي كانت بوجهها، لكن خلال تواجدها بالمستشفى كانت تصرفاتها جدا غريبة. الأطباء كانوا يحسون أنه تصرف تريسي كان جدا غريب، كانت تتوجه للحمام كل 5 دقائق، وهذا الشيء مو طبيعي نهائيا. تريسي قالت انهم خرجوا من الحانة الساعة 9:45 وقادوا سيارتهم، وخلال قيادتهم بدأت سيارة تتبعهم وبدأوا يتصرفون بغرابة، يشغلون الأضوية ويغلقوها ويزمرون. لهذا السبب لي أوقف السيارة، والشخص اللي كان واقف خلفهم أوقف السيارة، وخرجوا اثنيناتهم من السيارة وصار جدال بينهم، وبالنهاية صاحب السيارة الغريب ضرب لي لدرجة انه هو طعن لأكثر من مرة. تريسي حست بالخوف وحاولت انه هي تساعد لي وتنهي هذا الخلاف او الشجار اللي بينهم، لكن بالنهاية تعرضت الى كدمات بسبب تدخلها بهذا الشجار. وحسب مواصفات تريسي فهو كان رجل كبير بالسن وكان يرتدي سترة شتوية، ووصفت لهم السيارة وكل شيء يخصها بالضبط، فكانت جدا متأكدة من كلامها ومتأكدة من الشيء اللي صار بهذه الليلة، على الرغم انه بيوم الحادث ما كانت تتذكر اي شيء، كانت بحالة صدمة، ما كان يوجد اي تفاصيل، يعني كل هاي التفاصيل اللي ذكرتها هي جديدة على الشرطة، رغم انه هذا الشيء جدا طبيعي، ممكن انه الشخص بوقت الحادث يشوف هذا الدماء والوضع كان جدا مخيف، فأكيد راح تكون بحالة صدمة، ما راح تكون متذكرة أي شيء، فأكيد عقلها راح يكون متشوش. لكن الشرطة سألتها عن قميصها لأن كان يحتوي على رذاذ من الدماء، يعني من المستحيل انه شخص يكون عليه هذا الرذاذ الا اذا هو اللي هجم، لكن اكيد تريسي شرحت الموضوع وفسرته. فتريسي قالت للشرطة انه هي امسكت لي وهو كان ينزف، اكيد الدماء راح تكون على قميصها وعلى ملابسها، لكن هل هذا الشيء صحيح؟ اكيد خطأ. الشرطة وعائلة لي كانوا يشكون بتريسي اكثر من قبل، لكن الشرطة ما تمتلك اي دليل لحتى تلقي القبض على تريسي، لهذا السبب
تركوها. فقررت الشرطة أنه تعتبر كلام تريسي حقيقي وتعمل مؤتمر صحفي حول الموضوع وحول القضية. وبيوم المؤتمر كانت محضرة نفسها، وفجأة صدمت الناس بأن هي نظرت للكاميرا وبدأت تطلب من سائق السيارة بتسليم نفسه، وأخذت قيادة المؤتمر وكانت واثقة من نفسها ومن كلامها. لكن أحد الصحفيين صدمها أنه الطريق من الحانة إلى منزلها هي فقط 10 دقائق، وهي قالت أنهم خرجوا من الحانة الساعة 9:45 والحادث صار الساعة 10:45، يعني بعد مرور ساعة. فأكيد الصحفي سألها شنو اللي صار بالضبط بهذه الساعة، لكن تريسي لأول مرة حست بصدمة، ما كانت متوقعة هذا النوع من الأسئلة وما كانت واثقة من الإجابة. فحاولت تمثل أنه هي بحالة جدا حزينة وأنه هي ما تستطيع الكلام، وأنهوا المؤتمر. والرابع من ديسمبر تم نقل تريسي إلى المستشفى، وكتبت رسالة وداع لبتها بينها ما تتحمل العيش بدون لي، وتناولت أدوية منع حمل بكميات كبيرة، لكن كانت بخير ونجت من الموت. وخلال تواجد تريسي بالمستشفى ظهروا 3 شهود، لأن شافوا وجه تريسي وشافوا تفاصيل القضية على التلفاز. أول شاهدين كانوا زوجين، وكانت سيارة لي أمامهم، وما كان يوجد أي سيارة ثانية بالطريق. والشاهد الثالث كانت فتاة صغيرة وسمعتهم وهم يجادلون على الطريق. فحاليا الشهود كلامهم مختلف عن أقوال تريسي، فتم إلقاء القبض عليها بتاريخ 7 سبتمبر، لكن تم الإفراج عنها بكفالة. والصحف والإعلام بدأت تتكلم عن القضية، واشتهرت تريسي بأنها كانت تكذب بأنها ضحية، واتضح أنه هي المجرمة. وفي يوليو من سنة 1997 كانت محاكمة تريسي، وشرح الادعاء اللي صار بين تريسي ولي بهذه الليلة. فقال الادعاء بعد خروج تريسي ولي من الحانة الساعة 9:45 صار بينهم جدال جدا قوي، وهذا الجدال استمر لساعة كاملة، وبالنهاية تريسي أنهت حياة لي عن طريق سكين سويسرية عسكرية، ما أعرف شنو اسمها الصراحة، بس هذه اللي تكون بها أجزاء أخذتها من سيارة لي، لأن هو اللي كان يمتلكها، وبدأت تطعنه لأكثر من 42 طعنة. لكن أكيد هذا السكين ما كانت قوية لهذه الدرجة، فتكسرت وتم العثور على أجزاء منها على الطريق. وبالنسبة للجزء المتبقي اللي كان بيد تريسي، فوضعتها بحذائها لحتى تخفيها، وبعدين ظهرت انه هي بحالة هستيرية وانه هي ما تتذكر اي شيء لحتى ترتب خطة وتقولها للشرطة. فالموضوع كان مجرد تخطيط وكان مجرد كذب على الشرطة لحتى تكسب وقت. وبالنسبة للكدمات اللي كانت بوجه تريسي، فأكيد لي بوقتها حاول يدافع عن نفسه، لهذا السبب ضربها ولكمها لأكثر من مرة على وجهها، وهذا غير أنه تم إيجاد بيد لي أكثر من 80 خصلة من شعر تريسي، يعني أكيد كان بينهم جدال جدا قوي لدرجة أنه كان يسحبها من شعرها. فيعني أكيد كانت هي اللي سببت بإنهاء حياته، وأن الخلاف كان بينهم مو بين شخص ثاني غريب. فقصة السيارة وهالأشياء كلها كانت كذب من تريسي، وكانت تحاول إبعاد الأنظار عنها أو الشبهات. وخلال تواجدها بالسجن قررت تريسي بأنه هي راح تغير قصتها لأول مرة، وقالت أنه الحادث كان دفاع عن النفس لأنه لي كان يسيء معاملتها، لكن لا يوجد أي دليل على كلامها. والغريب أنه تريسي خلال تواجدها بالسجن أملت جراحة تجميلية، جراحة تجميلية، سوت تجميل، تخيلوا، تصحيح فك. وهذه العملية كلفت أكثر من 5000 دولار، وهذه الأموال هي أموال الضرائب. اللي ما يفهمون شنو الموضوع، فالأموال اللي تم دفعها للسجناء واحتياجاتهم هي أموال الضرائب. الدولة تأخذ الضرائب من الناس العادية اللي عايشة حياتهم طبيعي، تأخذ ضرائب منهم، وهذه الضرائب تعطي بعضها للسجناء. فهي استغلت هذا الوضع والضرائب دفعت مقابل جراحتها التجميلية. أعتقد أنه شيء جدا غريب، وهذا غير أنه هي كانت تتلقى تبرعات بمبالغ ضخمة وهي بالسجن، وكانت تشتري منتجات تجميلية، وكانت مهووسة بالتسوق، وتقريبا هي كانت مشهورة بالسجن، كانت تتعلمهم حيل تجميلية، وكانت تتعلمهم طريقة وضع المكياج وكل شيء. تخيلوا كل هذا وهي بالسجن، يعني عايشة حياتها طبيعية كأنه هي خارج السجن. وتم إطلاق سراحها في يوليو من سنة 2011، وكان عمرها 42 سنة، وغيرت اسمها إلى تيا، وصبغت شعرها بلون داكن، لكن مع ذلك
والصحف عرفته. وبعدها تريسي تزوجت، فهل تعتقدون انه هذا الشخص راح يستمر بعلاقته مع تريسي على الرغم من انه هو يعرف هي كانت بالسجن؟ هل هو راح يكون ضحيتها التالية؟ الله اعلم. وبس هذه كانت قضية اليوم، واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي.